بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. فات 3 أسابيع من الصوم. أنا فاكر أول ما ابتدينا الصوم بعدها ب3 أيام دخل شماس في الكنيسة عندي بيقول لي تصدق يا أبونا فات 3 أيام. قلت له هتفتكر وهتيجي تقول باقي 3 أيام. الصوم الكبير بيمشي بسرعة أسبوع ورا أسبوع، والكنيسة مرتباه الترتيب الجميل دوت عشان نستفاد منه. الصوم الكبير رحلة توبة، رحلة توبة الكنيسة مرتباها لأولادها، هو ده الغذاء السماوي اللي ربنا بيدهن في هذا الصوم. في رحلة التوبة ديت بتلاقوا قصص لناس تايبين كتير، وأول قصة توبة هي قصة الابن الضال بتاع النهاردة. في قصة الابن الضال أنا هقف عند موضوع معين، هو موضوع تأملنا، وهو الجدية في الحياة الروحية. الجدية أو الجدية في الحياة الروحية، زي تبقى جد. كام صيام كبير فات علي وعليكم؟ كتير قوي. لكن هل كل صوم ببقى أحسن من الصوم اللي فات؟ هل كل أسبوع ببقى أحسن من الأسبوع اللي قبله؟ ولا هي أسابيع بتعدي وإمتى نخلص ونفطر؟ الناس الجد في حياتهم الروحية كل شوية بينمو، كل شوية يعرفوا ربنا أكتر في الصوم. الناس الجد في حياتهم الروحية زي الابن الضال، أقوم الآن وأذهب إلى أبي، الآن مش بكرة، لأن أنت مش ضامن بكرة، دوت مش في إيدك، فأنت صاحب قرارك دلوقتي. عشان كده الطريق الروحي ما ينفعش معاه إلا الجد، الإنسان الجد. لكن اللي شوية كويس وشوية وحش، شوية صايم وشوية ما بياخدش باله من صومه، اللي ماشي ساعة لقلبك وساعة لربك ما ينفعش. اللي زي ما بيقولوا عينه في الجنة وعينه في النار ما يمشيش. الكتاب بيقول كده بمنتهى الوضوح، تحب الرب إلهك ها من كل قلبك من كل فكرك. الله، ايه حكاية كل ديت؟ ما هو تحب الرب إلهك مش من شوية في قلبك وشوية فيها محبات تانية، هي الكل، ربنا عايز الكل. وقالها صراحة أيضا، يا ابني أعطيني قلبك، قلبك كله، كل رغباتك، كل أفكارك. ويقول كونوا كاملين، كونوا قديسين، ده أمر إلهي، ربنا عاوز الكل مش عاوز شوية. مسيحيتنا مسيحية الكمال، ما فيهاش أنصاص حلول، لازم يبقى الكل بتاع ربنا. إيه الفرق بين طالب ناجح وطالب فاشل؟ إن الطالب الناجح ده إيه؟ جد في حياته الروحية. إيه الفرق بين صاحب مشروع ناجح وصاحب مشروع فاشل؟ إن الأولاني ده جد في حياته، جد. في قول بسميه قول مخيف لأحد الآباء القديسين، هتعرفوا ليه مخيف دلوقتي. قول مخيف لأحد الآباء القديسين بيقول، لا أتذكر أن الشياطين قد أوقعوني في خطية واحدة مرتين. شوفوا هذا القول مخيف إزاي، لا أتذكر أن الشياطين أوقعوني في خطية واحدة مرتين. عارفين معناها إيه؟ يعني الشيطان ضحك عليه مرة وخلاه يكذب، فهم إن الكذب دي خطية وخد باله، ما قدرش عليه الشيطان تاني. إنه حلف مرة ومخد باله من الحلفان ده يغضب ربنا، بطل يحلف تاني. نظر نظرة شريرة مرة ومعرف إنها تغضب ربنا، قرر إنه ما يعملهاش تاني. شوفوا ده إنسان إيه؟ إنسان جد في حياته الروحية. عشان كده القديسين ما كانوش بيرجعوا لورا،
كانوا يمشوا لقدام. في منهم اللي يمشي زي السهم، وفي اللي بيمشي بالراحة شوية، وفي على الأقل اللي واقف مكانه ما بيرجعش لإيه؟ لورا. فأنت مين فيهم؟ في قصة فلك نوح كلنا بناخد بالنا من الأحداث، لكن بننسى شخصية أو حدث مهم قوي، هو الغراب. حد فاكر كتب إيه على الغراب في فلك نوح؟ لا مش دي القضية. يقول لك خرج مترددا، خرج مترددا. الحمامة خرجت ملهاش موضع، رجعت كده الحمامة في الآخر لقت، رجعت بغصن زيتون. إنما الغراب يتقال عليه خرج مترددا. يعني إيه مترددا؟ يعني عينه على الجيف النتنة والفساد اللي موجود برة، وعينه على القداسة اللي موجودة جوه فلك إيه؟ نوح. ده حال للأسف ناس كتير مننا، بيبقوا مترددين كده، مش عارفين يبقوا مع القداسة ومع الله ولا يبقوا مع العالم. يعني إيه ساعة لقلبك وساعة لربك؟ يعني ساعة صح وساعة تعمل الشر؟ تيجي إزاي؟ افتكروا الكلمة اللي قالها إيليا النبي لما وقف وقال إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل اتبعوه، أنتوا أحرار، لكن خد قرارك. لو بصينا كده على أمثلة للجد في الكتاب المقدس، تلاقوا رب المجد نمرة واحد هو نفسه الشيطان حاول يحاول السيد يحارب السيد المسيح في جدية الطريق. يعني إيه حارب يحارب المسيح؟ خلي بالكم الكلمة اللي قالها له في التجربة الأسبوع اللي فات، قال له إيه؟ قال له إن كنت أنت ابن الله قل لهذه الحجارة تصير إيه؟ خبزا. طب إيه معناه؟ يعني أنت عايز تقول للناس أنا جاي عشانكم، أنا الله اللي جاي، خلاص اعمل معجزة وابهر الناس والناس تنبسط بيك، كل ما يشوفوك تأكلهم خبز يبقوا تابعين ليك. بلاش الجد قوي. لما سقط في التجربة الأولى الشيطان خده على جناح الهيكل، قال له خلاص يمكن الخبز لو حولته، لو الحجر حولته خبز محدش هيشوفك، لكن تعال بقى على جناح الهيكل واعمل ايه؟ واقفز بقى نط، ومكتوب ملائكة تحملك والناس كلها تشوفك، ولا في تعب ولا صليب ولا جهاد ولا حاجة خالص. تخيلوا بيشوف واحد طاير كده وملائكة شايلاك، كل خلاص هيتبعوه. ياما الشيطان بيحارب بجدية الطريق، عايز يقول له سيبك من الجد، سيبك من الجد دوت، بلاش موضوع الصليب. لكن السيد المسيح يقول لأجل هذه الساعة أتيت، وثبت نظره نحو أورشليم. جد. مثال تاني للجد في حياتنا الروحية وأمثلة نشوفها، أبونا إبراهيم أبو الآباء. أبونا إبراهيم أبو الآباء مثال للجدية في الحياة الروحية. ربنا يقول له خذ ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدمه لي محرقة. ده مش بس هيذبحه، ده هيولع في هذا الجسد النار ويقطعه، حاجة صعبة قوي. لكن الكتاب يقول بكر إبراهيم باكرا جدا، أحسن صار إيه؟ تعطله. إنسان جد، وخب بعضه وراح لكي ما يتمم كلام الله. إنسان جد في حياته الروحية. الشخص اللي نقل جبل المقطم كان الذي يميزه أنه جد. ما البابا إبراهيم أبو زرعة كان قديس عظيم، لكن سمعان الخراز لما وقعت عينيه على هذه المرأة الشريرة قلع عينيه. أي نعم هو نفذها حرفيا، مش ده موضوعنا، لكن إنسان جد، هو ده اللي ينقل جبل المقطم. خلي بالكم أن الآية مش تنطبق على سمعان الخراز، ده بتقول إن كل من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. تخيلوا لو إحنا كلنا طلعنا جد قوي وخلعنا عنينا، هتلاقي الناس ماشية بتحسس يعني. فخلي بالكم، خليكوا جد، مش بالتنفيذ الحرفي آسف، لكن بالروح يعني. في أمثلة تاني في الكتاب المقدس لناس مش جد بقى، عشان ما نبقاش منهم. السقطة الأولى أو الخطية الأولى
لأبونا آدم وأمنا حواء ياما تأمل فيها كثيرون وكتبوا فيها مواضيع 20-30 سبب لخطية آدم وحواء. اللي يقول الأكل من الثمرة، اللي يقول الانخداع من الحية، اللي يقول عدم طاعة الوصية. لكن صدقوني سبب وقوع آدم وحواء إنهم ما كانوش جد، وأول كلمة قالتها الحية ليهم ها قالت لهم إيه؟ أحقاً. أحقاً يعني إيه؟ يعني هو بجد؟ هو بجد؟ أحقاً قال لكم الرب ما تاكلوش من شجر الجنة؟ وبعدين لما ردوا قالوا لهم لا، ردت حواء وقالت لا لا تأكل لا ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، يوم نأكل منها موتا نموت. ردت عليهم الحية وقالت لها إيه؟ لن تموت. سيبكم من الجد ده، إيه ده؟ في حاجة اسمها تأكل من شجرة ربنا؟ ده خلاص قاسي قوي كده، واقف لك على الوحدة تأكل من الشجرة، تنظر نظرة شريرة تجذب مش عارف يموتك على طول كده؟ ده ربنا ده حنين قوي، ما تاخدش الموضوع إيه جد قوي كده. لن تموت بل تصير مثل الله. سيبكم من الجد، هو ده اللي عدو الخير بيعمله معانا. عارفين واحد ابتدى قوي جدا مثال تاني زي ديماس؟ ديماس ذكر في الكتاب المقدس قبل مرقس ولوقا، ولكن تذكروا بولس الرسول بعدها بشوية وقال ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. ما مشيش جد. ملاك كنيسة اللاودكيين كمان مثال عجيب جدا لكثيرين منا، اللي هو ربنا يقول له لأنك فاترا لست حرا أو باردا فها أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. تخيلوا الناس اللي مش جد ربنا مزمع أنه إيه؟ يتقيأهم من فمه. اللي ماشي شوية كويس أهو ملاك كنيسة اللاودكيين دوت فاتر. فاتر يعني إيه؟ يعني مية دافية كده، لا هي سخنة قوي ولا هي ساعة. وحتى لما نيجي نشرب كده ما حدش يقدر يشرب الحاجة الفاترة دي، لا تشربوا شاي سخن يا كوكاكولا ساعة، يعني ما تجيش حاجة غير الاتنين. إنما الفاتر دوت يموع النفس، فإياكم نكون فاترين في حياتنا الروحية. نقول بقى جزء عملي عشان نشوف الجد في الحياة الروحية عامل زي مين. زي ما قلنا الابن الضال النهاردة كان جد لأنه ما تساهلش مع الخطية رقم واحد واكتشف أنه ضاع، ونمرة اتنين بعد ما اكتشف أنه ضاع ما أجلش. يبقى عشان نعيش حياة الجد في الحياة الروحية والجدية نصيحتين. نمرة واحد، لا تساهل مع الخطية، احفظوا أسمع لكم. نمرة اتنين، لا تأجيل. يبقى لا تساهل ولا إيه ولا تأجيل، حفظتوهم. لا تساهل مع الخطية يعني إيه؟ في ناس زي ما قلنا يقول لك معلش يا أبونا ما هي الظروف صعبة، ما هم الناس كلهم بيعملوا كده، يعني أنا الوحيد اللي هبقى يعني ده هبقى مخالف كده، مش هبقى زي بقية الناس. وبعدين يبتدي عدو الخير يضحك عليهم، يا ده ربنا محب قوي وهيسامحك، ده ربنا ده طويل الأناة. وبنبتدي نتساهل مع الخطية. لكن لما يبقى كلام مش مضبوط، لا يعني لا، لما يبقى خطية دي خطية نبطلها. لكن نقول ما معلش شوية شرب مش عارف خمر بسيط ما يجرى ايه، او شوية مش عارف سجاير، طب هات لي آية بتقول. والكلام اللي بنعمله ده كله تساهل مع الخطية. هسألكم سؤال، هل الله يقبل بالأعذار؟ يعني يوم ما تعمل شوية خطايا كده وتقف تقول له يا رب ما انت عارف الناس كلها بيمدوا ايديهم، الناس كلهم جعانين، الناس كلهم بيكذبوا، وانا هعمل ايه غصب عني، بس انت عارف ان انا بحبك، ربنا هيقبل الاعذار؟ ربنا يقبل التوبه لكن ما يقبلش الاعذار. هقول لكم الفرق وامثله من الكتاب المقدس. ربنا ما يقبلش بالاعذار، والدليل على كده على قد الوقت ما يسمح هقول لكم كم حدث كده. يعني بعد ما آدم وحواء أكلوا من الشجرة إيه اللي حصل؟ ربنا ابتدى يقابلهم يكلمهم، فراح آدم ابتدى يقول الأعذار،
آدم قال له المرأة هي أعطتني فأكلت. الراجل ده كذب، دي الحقيقة، لكن ده عذر. طب ما أنت عارف أنه ممنوع، بتعمل كده ليه؟ ربنا ما قبلش العذر. والمرأة لما وقفت قدام ربنا قالت له إيه؟ الحية أغرتني فأكلت. طب ما ده عذر، لكن ربنا ما قبلش الأعذار، رغم أن ده الواقع، لأن ربنا ما بيقبلش الأعذار، يقبل التوبة. قصة جميلة جدا، حتى ولو كنت شخص كبير مرموق لك مركز في أكتر من ملك، شاول الملك. شاول الملك على فكرة كان ماشي في بداية حياته حلو خالص، لغاية سفر صمويل الأول 13 كان ماشي كويس جدا شاول الملك. لكن إيه اللي حصل؟ كان في حرب مع الفلسطينيين، وشاول جمع الجيش واستنى صموئيل النبي عشان يجي ويقدم ذبيحة الأول ويطلب ربنا وبعدين يدخلوا الحرب. ده كان النظام يعني. شاول الملك استنى أسبوع وصموئيل النبي إيه؟ مجاش، والناس حواليه جيوش، ها هنحارب ولا مش هنحارب؟ احنا في حرب استنزاف ولا إيه؟ إيه الوضع في الآخر؟ هنحارب ولا لأ؟ والفلسطينيين قدامه قاعدين يغيظوا في شعب إسرائيل. استنى أسبوع وصموئيل النبي مجاش، قال لهم خلاص هاتوا الذبيحة، هاتوا الذبيحة وقدم الذبيحة هو لله. ما كانش المفروض هو قدم الذبيحة، أخطأ يعني. قالوا صموئيل النبي وقال له أنت عملت إيه؟ بصوا شاول رد عليه، قال له إيه؟ قال له وجدت أن الشعب تفرق عني والفلسطينيون مجتمعون في مخماس، وأنت تأخرت فتجلدت وقدمت الذبيحة لكيما أشكر الله وأحارب. دي أعذار سليمة ولا مش سليمة؟ هو ده اللي حصل. الشعب ابتدى يسيبه، الفلسطينيين قدامه في مخماس، وصموئيل النبي تأخر، فخلاص تجلدت بقى، جمدت قلبي قلت يلا يعني مشكلة، ولا لازم كاهن اللي يقدم الذبيحة، هاتوها دي هنذبح الذبيحة وخلاص ونشكر ربنا ونحارب. أعذار ولكن غير مقبولة أمام الله. صموئيل النبي يرد يقول له إيه؟ يفرق ربنا المملكة منك ويعطيها لآخر. غلط يعني غلط، مش مفروض تعمل كده يعني، مش مفروض. ولم يقبل منه العذر، عشان كده بلاش نقول كل الناس بتعمل كده، كل اللي حواليا بيعملوا كده، كل البنات بتلبس كده وبناتنا يلبسوا لبس لا يليق، او كل الاولاد يلا بقى يعني هيعملوا ايه، شعرهم مش عارف عامل ايه وبنطلونهم عامل ايه، ما كل الناس بتعمل كده يا ابونا خلاص. لا، اولاد الله ظاهرون، هكذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. فبلاش تساهل مع الخطيه. تقول يا ابونا طب دول الامثله اللي قلتها ادم وحواء وشاول الملك، ما دول الأرض ناس، دول ناس ممكن كانوا يغلطوا. طب أجيب لكم مثال لنبي عظيم، أحد المنارتان الزيتونتان اللي في سفر الرؤيا اللي ربنا محوشه لآخر الأيام، ها ناقص أقول اسمه، اللي قفل السماء وفتحها خلاص. إلي مين؟ إلي النبي. ده ربنا ما قبلش منه العذر، تصدقوا؟ وشوفوا ربنا عمل معاه ايه. في ملوك اول 18، ايليا النبي بجبروت عظيم يقتل 450 من كهنة البعل و400 من كهنة السواري. ايه الجبروت ده؟ كل دول مش بتوع ربنا؟ قوة عظيمة. ده ملوك اول كام؟ 18. بعديه ملوك اول ايه؟ 19. ملوك اول 19 يبتدي بان اخبر أخاب إيزابل مراته بما فعله إيليا بأنبياء البعل. فإيزابل قالت كده، كانت سد شديدة يعني، قالت الله يفعل بي ويزيد إن لم أجعل نفس إيليا كنفس واحد من هؤلاء الأنبياء. يعني قالت إيه؟ ربنا يعمل فيا ويسوي يعني، إما خليت نفس إيليا زي نفس مين؟
حد من الأنبياء دول. طب يا إيليا اللي بتعمل ده كله تخاف؟ هل تخاف من هذه المرأة الشريرة بعد كل القوة والجبروت اللي ربنا ادهولك؟ عارفين غلطة إيليا؟ آية مكتوبة من كلمتين، أنه صار لنفسه، يعني مشي على مزاجه. النبي يمشي لما ربنا يقول له إيه؟ امشي. روح لما ربنا يقول له إيه؟ روح. إيليا أول ما سمع إن إيزابل بتقول يفعل الله بي ويزيد إن لم أجعل نفسي إيليا كأحد هؤلاء الأنبياء، الكتاب يقول فصار لنفسه، يعني مشي كده براحته من غير ما ربنا يقول له. إيه ده؟ دي خطية كبيرة قوي دي. أي نعم ربنا بيحبه وبعت له ملاك مرة واثنين وقال له أم وكل وسيسه الأول، وبعد ما قام وكل كده قال له إيليا لماذا أنت هنا؟ أنا ما قلتلكش تيجي هنا. رد إيليا وقال له إيه؟ بصوا الأعذار، شعبك تفرق وقتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي. دي الحقيقة، شعب تفرق. طبعا كان في ناس أخرى بيحبوا الله بس هو ما يعرفش. إيليا ده اللي معاه محبس السماء اللي يقول عليه يعقوب وكان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة ألا تمطر الأرض فلم تعطي الأرض مطرها 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا صلاة فأعطت الأرض مطرها وأنبتت. اللي يقف يقول حي هو الله لا يكون طل ولا مطر إلا لما يقول. ده لو نسي يقول كانت الدنيا تبقى ناشفة لغاية اليمنة دي. شوفوا قد إيه هذه القوة والجبروت، وبعين يمشي لنفسه. اللي بالشكل ده يخاف؟ لا. هل يقبل منه الله العذر؟ طب ده إنسان عظيم يا رب، ما يجراش لما غلط غلطة. عارفين ربنا قال له إيه؟ قال له اذهب الآن وامسح فلان ملك لأرام ويهو ابن نمشي ملك لإسرائيل. بيكمل معاه مهمته ربنا. عارفين الآية اللي بعدها؟ وأليشع ابن شافاط نبيا عوضا عنك. بدل ما انت مشيت خلاص براحتك وقاعد تقدم أعذار، انت كده أديت رسالتك كفاية، وقيم بقى نبيا عوضا ايه عنك اللي هو أليشع. بلاش الأعذار في حياتنا الروحية، خلينا جد. لو الابن الضال كان تناه يدي لنفسه الأعذار، أخويا الكبير هو الكبير وكلمته ماشية، أبويا مش عارف ما بيحبني زي ما بيحبه، الأمور ديت إيه المانع لما أخد فلوس أبي وبددها؟ ما كانش رجع. فبلاش أعذار، الله يقبل التوبة ولكنه لا يقبل الأعذار. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. الشيء ده غلط يبقى غلط، الصاحب دوت شرير وهيؤدي للخطية بلاش منه، الصديق دوت غلط يبقى غلط، البرنامج ده هيلوث عينيا وفكري بلاش، القعدة مع الناس دول أشرار لأ، يعني لأ بلاش تساهل مع الخطية. تاني نصيحة والأخيرة، ياريت من أجلش التوبة، من أجلش التوبة. وأحسن مثال لينا النهاردة هذا الابن الضال اللي بيقول أقوم الآن وأرجع إلى أبي. أول قصة توبة في الصوم الابن الضال. كتاب عاوز يقول لنا وربنا عاوز يقول لنا في الصوم بلاش تأجيل، أقوم الآن يعني الآن. لاوي لما عدى عليه السيد المسيح وقال له تعال اتبعني، لو كان قال له استنى بس عليا شوية عقبال ما أخلص حساباتي وخلص شغلي وعندي كم نبطشية وعندي مش عارف كم شغلانة، كان ما بقاش متى البشير. إنما الكتاب يقول ترك كل شيء وتبعه. أيضا ابني زبدي لما ربنا قال لهم تعالوا هجعلكم صيادين للناس، ما قالوش ده احنا لسه مصطادين صيدة كبيرة نشوف نعمل ايه في الصيدة دي ونبيعها ونكسب لنا قرشين وبعدين نبقى نشوف، لكن يقولوا ترك شباكهما وأباهما مع الأجرة وتبع المسيح. في الحال مفيش تأجيل. كل واحد منا بيبقى ساعات كتير عاوز يبقى وعاوز يعمل،
لكن لما بيأجل كله بيروح. وياما ناس ماتوا ولم يفعلوا شيء بسبب تأجيلهم. فيليكس الوالي الملك، بولس الرسول لما كلمه عن الدينونة والتعفف، الكتاب يقول فارتعب فيليكس الوالي. في أكتر من كده تأثير، الرجل اترعب من كلام بولس. لكن الكتاب قال على فيليكس آية، قال لبولس اذهب الآن ومتى حصلت على وقت أستدعيك. ولم يذكر الكتاب أن فيليكس حصل على إيه؟ على وقت وضاع لأنه أجل. بلاش تأجل، لما يجي لك فكر أنك عاوز تصلي قوم صلي على طول، بلاش تأجل. عاوز تعترف روح اعترف على طول. عاوز تصالح حد مخصمك وزعلان معاك ما تأجلش، عشان ما يخشش كده الشيطان ويقعد يقول لك ها هو مين وانت مين وهو عمل. على طول روح رايح وإيه ومصالح على طول، بلاش تأجل. لأن الكتاب بيقول هو ذا يوم الرب يأتي كلص، والآية دي تكررت في الكتاب المقدس 6 مرات، هو ذا يوم الرب يأتي كلص. فجأة الجاد في حياته الروحية لا يؤجل توبته، الوصية لازم تتنفذ. اللي ماشيين بجد في حياتهم الروحية وصلوا للأعماق في أعمار صغيرة جدا. إنما إحنا حتى في صومنا لغاية دلوقتي هو مش عارف الشوكولاتة الصيامي حلال ولا مش حلال، هو مش عارف الكافي ميت ينفع ولا مش عارف، هو في فيجي برجر هو في. خلونا جد، خلونا جد في حياتنا الروحية. الجد في حياته الروحية يوصل للأعماق بسرعة. عارفين الأنبا ميصائيل السائح أعلى درجات الرهبنة، وصل للسياحة وهو عنده 17 سنة. الأنبا تدرس الراهب ترهبن 12 سنة، وصار مرشدا لجميع الرهبان بعد 5 سنين، يعني 17 سنة. الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، ده كان طلقة في عالم القداسة. كان بيصوم للغروب كل يوم من وهو 7 سنين. مش احنا اولادنا دلوقتي لا يا ابونا صعب الصوم الكبير ده صعب، خليه ابونا يصوم اسبوع ولا اسبوعين، نقعد نربي في الجسد وننسى الايه الروح. خلينا جد شويه، ما تخافوش على الجسد دوت. الانبا موسى الاسود اللي كان قاتل وسارق وزاني ولص ورئيس عصابه، صار قديس وراهب بل وشهيد لأنه كان جد في حياته الروحية. الإنسان الجد في حياته الروحية ما يأجلش توبته، ويبحث دايما عن العمق، ودايما يمشي لقدام، ودايما بيسعى للنمو في حياته الروحية. مش يوم يصلي ويوم ولا يومين ما يصليش، يوم يحضر القداس ويتناول وعشرة لأ. عارفين اللي بيعمل كده عامل زي إيه؟ زي واحد تعدي عليه تلاقيه بيبني بيت، بنى الدور الأول والتاني مبسوط قوي، عديت عليه تالت يوم لقيته إيه؟ هدوهم. هتعمل إيه؟ هتضحك عليه، تقول الراجل ده جراله إيه؟ اتجنن، صح؟ واحد رايح مشوار وماشي كده حتى زي في أمريكا كده على النافيجيتور، وبعد ما مشي شوية وقرب تلاقيه خد بعضه إيه؟ ورجع تاني. تخيلوا الأمور دي تستغربوا لها، تقول ده جراله حاجة يعني. اللي بيعمل كده في حياته الروحية برضو ده مش عاقل روحياً ومش جد روحيا. وخلي بالك لما تنوى تمشي مع المسيح وما تتساهلش مع الخطية وما تأجلش، ما تندمش بقى لأن الطريق إيه؟ صعب. شعب إسرائيل بعد ما أخذوا قرارهم يمشوا مع موسى النبي، دخلوا في البرية اتقرصوا بشوية جوع وشوية عطش، قالوا له يا فين أيام الكرات والبطيخ وقدور اللحم والبصل، فين الأيام الحلوة دي؟ يا ما ناس لما ياخدوا قرار مع ربنا ويبتدوا يمشوا في حياتهم الروحية يلاقوا الالتزام صعب، ويلاقوا الطريق بتاع ربنا هو قال كده ما تحكش علينا الطريق ضيق وإيه وكرب والباب ضيق، لكن اللي هيصبر للمنتهى فهذا يخلص. فمن أول قصص الصوم للتوبة النهاردة
رب المجد بيقول لنا خلي بالكم في أمثلة للجد في الحياة الروحية. خليكوا جد، خليكوا جد في حياتكم الروحية، فلا تتساهلوا مع الخطية ولا تؤجلوا التوبة. أقوم الآن وأذهب إلى أبي. ربنا يدينا إن إحنا نكون جدين في حياتنا الروحية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.